السحايب رعد من مروق يدنا يسقى من المسك السحايب رعد من مروق يدنا. أيها الأخوة الكرام مشاهدينا متابعينا الأعزاء الشوط التاسع ينطلق على البركة والتوفيق. أسماء رنان تنطلق جبارة تواقه ندى الفائزة الغزيلة ورود موجة الشايب رحيق جبارة أجيال العين زعفران وسلهودة. المركز الأول والصدارة الأولى ومقدمة هذا الشوط من تقدمت رحيق هنالك على المقدمة وعلى الصدارة للسيد سعيد بن سهيل بن دليوي الكتبي على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى، بينما تليها المركز الثاني ورود للسيد محمد بن علي بن مطر النيادي على المركز الآن الثاني وعلى المركز الثالث. المركز الثالث هنالك جبارة للسيد سعيد بن محمد بن سعيد بن خويدم الشامسي على المركز الثالث، هو الدور المركز الرابع. هنالك وصول من أجيال للسيد سيف بن حمد بن قناص العامري على المركز الرابع، وعلى خامس الأسماء الوصول من الفائز للسيد علي بن سلطان بن رشيد الكتبي، وهنالك تدخل قوي من موجه للسيد سعيد بن سالم بن حريك المنهالي على المركز السادس، الدور المركز السابع. المركز السابع هنالك غزيلة للسيد محمد بن عبيد بن عفصان المنصوري ووصول أيضا من ثامن الأسماء. هنالك الشايب للسيد منصور بن خليفة بن سالم الخيلي هنالك واصل، بينما الوصول أيضا من قبل جبارة سيد سالم بن حمد بن سالم بن حمرور العامري، والوصول من عاشر الأسماء من ضمنها هنالك زعفرانة للسيد عارف محمد بن سلطان بن حميد الشامسي على المركز العاشر. هذه هي الأسماء المتقدمة. أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة وإلى هذه الوردة الجميلة والرائعة ما شاء الله، ليست بوردة واحدة وإنما ورود على مقدمة هذا الشوط. الله 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 على هذه الأسماء. محمد بن علي بن مطر النيادي من يقود ورود إلى المركز الأول وأهلها، وهنالك مشاركاتها رائعة ومميزة بهذه اللحظات الجميلة والرائعة، بينما دور المركز الثاني. الله الله هنالك الوصول أيضا من أجيال سيف بن حمد بن قناص العامري مع ثاني الأسماء، والدور هنالك رحيق لسعيد بن سهيل بن دريوي الكتبي على المركز الثالث. المركز الرابع الفائزة للسيد علي بن سلطان بن رشيد الكتبي مع المركز الرابع، وفي المركز الخامس جبارة للسيد سعيد بن محمد بن سعيد بن خويد بن الشامسي على خامس الأسماء. والتسلل والملاحظة هنالك المندفعة مع موجة للسيد سعيد بن سالم بن حريك المنهالي أيضا مع المركز السادس والمركز السابع. المركز السابع شعار بن عفصان، هنالك من وصل في هذه اللحظات مع الغزيلة للسيد محمد بن عبيد بن عفصان المنصوري مع المركز السابع، والدور المركز الثامن هنالك الشايبة لمنصور بن خليفة بن سيف الخيلي، والمركز التاسع الوصول أيضا من قبل جبارة سيد سالم بن حمد بن مسلم بن حمرور العامري، وعلى عاشر الأسماء هنالك زعفران للسيد عارف بن محمد بن سلطان بن حميد الشامسي. هذه هي نداءاتنا المستمرة للمراكز المتقدمة. أعود إلى المركز الأول، أعود إلى التغييرات والتغيير الذي جرى وطرى على مقدمة هذا الشوط. الله 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 الله، المقدمة ما بين رحيق وما بين ورود وتغييرات رائعة ومميزة. الله الله الله، الصدارة الأولى والمركز الأول، الصدارة والمركز الأول هنالك مع هذه الأجيال القوية والرائعة مع المركز الأول، وهنالك بطل أيضا من أبطال هذا التحدي سيف بن حمد بن قناص العامري مع المركز الآن الأول والصدارة، بينما المركز الثاني. الله الله، القدوم أيضا والملاحظة من قبل هذا الرحيق وهذا الشهد اللذيذ الذي يتقدم رويدا على المقدمة. هنالك رحيق للسيد سعيد بن سهيل بن دريوي الكتبي على المركز الأول، والوصول أيضا الوصول من الفائزة التي تبحث عن الفوز، الفائزة على المركز الثاني وتبحث أيضا عن نقطة رائعة كما تعود هذا الشعار.
هنالك مع الفائز هو وصول ايضا من السيد علي بسلطان بن رشيد والمركز الثالث وعينها على المقدمه وانتقلت الى المركز الثاني. هنالك موجه قويه قد جرفت بها اندفاعاتها واهلتها الى المرتبه الثانيه وعينها على مقدمه هذا الشوط والسيد سعيد بن سالم بن حريك المنهالي. يلا يا المنهالي. بينما على المركز الرابع هنالك اجيال سيف بن حمد بن قناص العامري وعلى خامس الاسماء هنالك ورود للسيد محمد بن علي بن مطر النيادي مع المركز الآن الخامس والمركز السادس وصول أيضا من الغزيلة للسيد محمد بن عبيد بن عفصان المنصوري وجبارة لسعيد بن محمد بن سعيد الشامسي وكذلك وصول من الشايبة منصور بن خليفة بن سالم الخيلي وهنالك التسلل أيضا والتقدم الملحوظ من قبل زعفران عارف بن محمد بن سلطان الشامسي وكذلك الوصول من قبل تواقة. أهلا وسهلا بتواقة أحمد بن بيات بالسم المنصوري وعينها على المقدمة هو أول إذاعة لتواقة وكذلك زلهودة محمد بن راشد بسعيد اليابري ووصول أيضا من العين دار الزين علي بن سلطان بن حمد الدرعي. هذه هي الأسماء التي بدأت في الظهور في هذه الانطلاقة وفي هذا النداء المتواصل الذي يحظى بتغطية إعلامية متواصلة. أعود إلى المقدمة أعود إلى قمة هرم هذا الشوط. يا سلام والكيل والمتر النهائي. يا سلام يا سلام يا سلام. حرك يلي بيحرك قدم يلي بيقدم. لا حد يقول ما شفنا المسافة أو المسافة ما نعرفها وين نتوقعها قريبة. الأعذار لن تقبل الأعذار لن تقبل فنرحب بالأفعال. هذه هي هذه هي العبارات التي يبحث عنها أصحاب الفوز والنواميس. رحيق 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 وبن لاوي ما شاء الله اسمه اقترن مع النواميس مع رحيق سعيد بن سهيل بن لاوي الاكتبي على المركز الأول ولا مركز الثاني. الله على هذه العروض الرائعة والمميزة. إلى أين الناموس يذهب؟ إلى أين التهاني؟ موجة هنالك عاتية وسعيد بن حريك المنهالي مع المركز الثاني. المركز الثالث الغزيلة لمحمد بن عبيد بن عفصان المنصوري هنالك على المركز الثالث. نكتفي بهذا القدر. 500 متر النهاية نغادرها في حفظ من الله ورعايته. يا سلام يا سلام. رحيق رحيق عسل شهد على مقدمة هذا الشوط تنطلق إلى الناموس إلى الخير. هذه راعية السيارة هذه هي راعية السيارة هذه هي راعية الإنجازات هذه هي راعية التقدم. فالك وفالها إن شاء الله السيوف والرموز والزعفران والسيارات في هذه الختاميات القادمة. الله 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 الله. هذا هو بن لاوي. هذه هي رحيق هذه هي العسل هذه هي الأمورة هذه هي البطلة هذه هي الفائزة. رحيق وسعيد بن سهيل بن لاوي الاكتبي على المركز الأول. المركز الثاني موجة سعيد بن سالم بن حريق المنهالي والمركز الثالث جبارة سعيد بن محمد الشامسي والمركز الرابع هنالك أيضا ورود محمد بن علي بن مطر النيادي وفي المركز الخامس شعار بن عفصان هنالك الوصول مع الغزيل محمد بن عبيد بن عفصان المنصوري مع المركز الخامس. شوط قوي وإثارة وتحدي وفوز مع رحيق والتهنئة الكبرى للسيد سعيد بن سهيل بن دليوي الاكتبي على هذا الفوز. وهذا هو أيضا الإهداء الخاص من مخرجك هنالك أبو طلعت الذي دائما يبدع مع هذه اللحظة الجميلة الهواري يعطينا ملخص ويعطينا التسلل ويعطينا توقيت جديد. والله لا أعرف ما سري اليوم مع التوقيت الجديدة. هذا هو توقيت رائع ولم أرشحها من فراغ ولكن بتقدم واضح ما شاء الله. ودعنا الثلاثين نرحب بثمان وعشرين وتسعة أجزاء بعد تسعة دقائق والتهنية لمالك رحيق سعيد بن سهيل بن دلوي الاكتبي. وأرجو التركيز للمعنيين على هذا الاسم الكبير. المركز الثاني المركز الثاني الوصول أيضا والإبداع من موجة لسعيد بسالم بن حريك المنهالي. 9 دقائق 32 4 أجزاء يا بن حريك كفيت ووفيت وأديت الواجب وزود على هذا الفوز وعلى هذا التقدم وعلى هذه المنافسة المبشرة بالخير. المركز الثالث كان من نصيب جبارة والتهنئة لسيد سعيد بن محمد بسعيد بن خويدم الشامسي لها نصيب الأسد في المنافسة القوية. توقيتها 9 دقائق 34 7 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس أيها الأخوة الكرام مشاهدينا أينما كنتم. الشوط العاشر ينطلق بصوت الزميل راشد بن علي بن خادم الزرعي واصف لنا قصة عاشرة في هذا الصباح لسن الإذاع لأبناء القبائل.